احتضنت مدينة مراكش هذا الأسبوع بأحد الفنادق المصنفة بالمدينة الحمراء ندوة جهوية حول مناخ الأعمال من تنظيم الاتحاد العام لمقاولة المغرب والمركز الجهوي للاستثمار، وذلك بغية إحياء اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال حسب التقسيم الجهوي الجديد، وكذا توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين الأطراف المشاركة. الأهمية ديال هذا اللقاء أنه يعني عنده جوج ديال الجوانب الأساسية. الجانب الأول هو إحياء اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال اللي يعني مع الأسف أنه وقع واحد التراجع، ولكن هذا التراجع كان قانوني، أن الجهة كانت غير بالنسبة للجهة. القانون اللي كان قبل كان تابع ليه هذاك يعني تابع الجهة ديال مراكش تنسيب الحوز، لأن مراكش أسفي يعني القانون الجديد يعني المرسوم الجديد تعلم سنة السيد الوالي، يعني كانت مناسبة بالنسبة لنا باش نحيو هاد اللجنة هذه اللي كنعتبروها أساسية يعني في مناخ الأعمال. هو اللقاء ديال اليوم لقاء مهم جدا، لأنه طرق فيه السيد الرئيس ديال الجهة التصور ديال يعني تطور الجهة والاستثمارات في الجهة، دونك البلان دو ديفلوبمون ريجيونال، وعطانا الافكار يعني فين غادي الجهه، كيفاش كتصور هذه الجهه اليوم هي اللي غادي تخطط المستثمر وغتخطط الجهه لخلق مناصب الشغل وما الى ذلك. كذلك السيد الوالي عطانا واحد التصور على العمل ديال لو سونتر ريجيونال دانفستيسمون، يعني سونتر ريجيونال دانفستيسمون يعني الطريقه باش تسهل خلق المقاوله، والكونفدراليه من جهتها حتى هي عطات التصور ديالها كيفاش تنتصوروا الجهه ديالنا وكيفاش تنتصوروا الاستثمار في الجهه ديالنا. هذوك لي كونفونسيون اللي تسناو اليوم، وحده فيهم كان عندها علاقه بالكريا اللي هو الكوميتي ريجيونال بور لونفيرونمون دي زافير، واحد الكوميتي اللي تيهتم بمناخ الاعمال، كيهتم بتحسين مناخ الاعمال في الجهه. كاين واحد الكوميتي اللي هو وطني، وكاين لي كوميتي اللي هما ريجيونو. دونك تحينات هذيك لا كونفونسيون اللي كانت مسنيه مع الجهه اللي قبل، لان اليوم الجهه داخل فيها مدينه تاسفي، جهه تاسفي، دونك تحينات هذه لا كونفونسيون الاولى. لا كونفونسيون الثانيه هي اون شارت، يعني واحد لونغاجمون ما بين الجهه وما بين الولايه وما بين الكونفدراليه العامه لمقاولات المغرب للاستثمار وخلق مناصب الشغل في المستقبل. وبحضور والي جهه مراكش اسفي ورئيس الجهه، كانت الفرصه مواتيه للتنويه بالحصيله الايجابيه للجنه الجهويه للاستثمار خلال السنه الماضية وما حققته من تحديات على مستوى التشغيل والتنمية المستدامة والإدماج، وكذلك من أجل تسويق المغرب كبلد للأعمال والاستثمارات في ظل مشاركة عدد من المستثمرين الأجانب. Excellente impression concernant le séminaire, très productif, très bien expliqué. Je pense qu'au niveau des investisseurs européens, ça va stimuler les investissements. جهوية ديال اتحاد مقاولات المغرب تم تقديم الخطوط العريضة لمشروع برنامج التنمية الجهوية اللي كنشتغلوا عليه على مستوى الجهة منذ حوالي 9 شهور، واللي انطلق من تشخيص دقيق لمختلف مقومات الاقتصاد ديال الجهة، سواء منها مواطن القوى ولكن كذلك مواطن الضعف، واللي بينات في العمق بأن كاين هناك هشاشة على مستوى بعض المؤشرات ديال التنمية البشرية، وثانيا كاين هناك تفاوت ما بين المجالات على اعتبار ان كل مجال ترابي كانت عنده تطور وسياق تاريخي مختلف على المجالات الاخرى. من خلال التحديد ديال هذا التشخيص هذا وقفنا على ثلاثه ديال التحديات الاساسيه اللي بنينا عليهم هذا المشروع. اولهم تحدي التشغيل، وثانيهم تحدي التنميه المستدامه، وثالثهم تحدي الادماج. من خلال هذه التحديات توصلنا إلى بلورة 42 مشروع عندهم أولوية بالنسبة للجهة من أجل النهوض بالاقتصاد ديالها في حدود الخمس سنوات المقبلة، وكنتمناو أن مختلف المتدخلين يوفروا الشروط على مستوى الانخراط وعلى مستوى كذلك الاستعداد في إنجاز هذه المشاريع اللي هي الإطار العام اللي على أساسه غادي يتطور الاقتصاد في أمور هذه الخمس سنوات المقبلة. ومن خلال اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تم توقيعها بين الأطراف المعنية، كانت الدعوة واضحة من أجل تحسين مناخ الأعمال بتراب الجهة، والذي سيكون له لا محالة دور مهم في تطوير الاقتصاد الجهوي.